جبت الكيك دي من السوبر ماركت وقررت ان انا اجربها. ده نوع جديد كده نزل في السوبر ماركت ريد فيلفت، فجربت ان انا مش ريد فيلفت طبعا، نوع جديد، هو نوع جديد كيك كده نازل منه، في منه انواع كتير، وفي منه بان كيك وفي منه كريم شانتيه وكده. فانا قررت ان انا اجيب ريد فيلفت لان انا مش باكلها كتير، فقررت ان انا اجربها في النوع ده. وفي نفس الوقت جبت برضو نفس النوع منه كريم شانتيه عشان اقدر احكم عليه واشوف طعمه حلو الكيك وكريم شانتيه مع بعض ولا نوع مش حلو. طبعا انا هبدأ بمكونات الكيك، وبعد كده هنستخدم مكونات الكريم شانتيه، وهقول لكم على المكونات بالخطوات واحده واحده. اول حاجه انا هستخدم الكيك دلوقتي، وهستخدم الخطوات اللي هو كاتبها لي في ظهر العلبه: ربع كوبايه زيت وربع كوبايه ميه واتنين بيضة بدرجة حرارة الغرفة. ممكن نستبدل بدل المية لبن، ولو ما عندناش لبن ممكن نستخدم مية عادي. أول حاجة هبدأ أخلط أنا كل المكونات، البيض والزيت والمية مع بعض. هبدأ أخلطهم كويس جدا لحد ما أتأكد إن هما دابوا في بعض. أنا مش هستخدم ولا سكر ولا بيكنج باودر ولا دقيق ولا أي حاجة. طبعا الكيك فيه كل ده، حتى فيه فانيليا. لو انتوا حابين ان انتوا تزودوا فانيليا أكتر عشان ريحة البيض فعادي، مفيش مشكلة، ممكن تزودوا نقطتين كده واحنا بنضرب البيض والمكونات مع بعض. انا دلوقتي خلاص خلطت المكونات مع بعض، هبدأ ان انا اجيب الخليط بتاع الكيك بتاعي وهبدأ ان انا اخلطهم، بس هخلطهم بالراحة كده مع بعض، مش هضربهم طبعا بالمضرب. خلاص هو مش محتاج ولا مضرب كهربائي ولا اي حاجة من دي خالص، ممكن نعملها حتى لو بمضرب الايد زي ما انا عملتها كده. هبدأ ان انا اقلبهم مع بعض كويس جدا علشان اشوف كيك ما يتجانس معاهم، واول ما يتجانس الكيك مع البيض والخليط اللي انا كنت محضراه هبدأ ان انا اوقف تقليب، علشان الكيك لو اتخلط مني زيادة عن اللزوم ممكن ينشف. انا هنا خلطت الكيك، خلاص خلطته وتأكدت ان هو ما فيش اي حتت مثلا عايز تتخلط او شوية دقيق مثلا او كده، وهبدأ ان انا اجيب صينية وسط وهبدأ ارشها بالزيت كويس جدا. ممكن ترشيها بالزيت وتحطه بعد كده عليها دقيق كده، تمنخلها بالدقيق، بس انا بحب ان انا ارش زيت اكتر شوية بحيث ان هي ما تلزقش مني، وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه طبقة دقيق كده من تحت. هبدأ ان انا بعد ما فضيتها خلاص هبدأ ان انا اخبطها كام خبطة كده علشان الفقاعات الهواء اللي فيها تخرج. هدخلها طبعا درجة حرارة الفرن يبقى متسخن قبليها على درجة حرارة متوسطة في الرف اللي في النص، ما نعليش عليها قوي علشان ما تتحرقش من تحت وفي النص تبقى طرية. هبدأ ان انا اجيب الكريم شانتيه بتاعهم وهو اضيف عليه كوباية لبن ساقع، واخلطهم طبعا مع بعض في مضرب كهربائي كويس جدا حتى الكريم شانتيه يبقى كده جامد معايا وتماسك معايا. لو احنا حابين ان الكريم شانتيه يبقى معسل اكتر ممكن نضيف نص كوباية او ربع كوباية من السكر البودرة ونقلبهم مع بعض ونضربهم مع بعض. انا هنا ضفت السكينة او الخلة بتاعتي ايا كان، وفي النص كده في نص الكيك، ولقيتها ان هي طلعت نظيفة. طالما طلعت نظيفة يبقى الكيك استوى معايا، ما طلعتش نظيفة ممكن نسيبه شوية كمان، طبعا هتبقى نية من النص لو طلعناها وهي الخلة فيها عجين الكيك. تقريبا الكيك معايا قعد تقريبا نص ساعة، برضو لازم تبقوا مراقبينها كويس لأن بيختلف كل فرن عن التاني. أنا هنا خلاص طلعت الكيك بتاعي، سبته يبرد كويس جدا، وهبدأ إن أنا أقسمها من النص على طبقتين. بتختلف طبعا صور الصينية بتاعتي اللي أنا مستخدماها قد إيه، وكل ما كان السور بتاعي عالي كل ما هتطلع لي طبقات كيك أكتر، طبقات كده نقطعها اكتر من التانية. انا هنا بتاعتي طلعت لي طبقتين بس، وشلت الوش اللي فوق وشلت الجوانب الناشفة، مش هرميها، هقول لكم هنعمل بيها ايه. دلوقتي انا فصلت الكيك على جزئين وهبدأ ان انا احط الكريم شانتيه في النص وفوق. كريم شانتيه طبعا بعد ما انا ضربته سبته في التلاجة شوية. خلاص انا دهنتها كده من النص، هبدأ ان انا احط الطبقة التانية من الكيكة، وهبدأ ان انا احط طبقة تانية من الكريم شانتيه. يعني كتروا في الكريم شانتيه شوية في الكيك بالذات لان هو طعم بيبقى احلى بكتير، يعني لما بيكون الكريم شانتيه اكتر شوية تبقى طبقة طبعا متوسطة، يعني ولا كتير قوي ولا قليل قوي. انا هنا خلاص وزعت الكريم شانتيه، وهبدأ اخد الباقي اللي انا قلت لكم ما نرمهاش وفرفتها، وهبدأ ان انا احطها على الوش بالشكل ده.
طبعا الكيك بتاعي اي كيك لما احط فيه كريم شانتيه لازم ان انا ادخله على الاقل 3 4 ساعات في التلاجة علشان يطلع لي متماسك وحلو كده. انا سبته 24 ساعة يوم وطلعته طعمه حلو، الكيكة طعمها حلو مش وحشة بس ناشفة شوية، الكريم شانتيه طعمه كويس جدا.